مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المجري النهاردة عاوز أتكلم عن إزاي إدارة الإدارة أو إدارة المؤسسات الرياضية إدارة المؤسسات الرياضية هي علم ولا خبرات ولا صناعة ولا إيه بالظبط ولا هو خلط بين كل الحاجات دي كلها علشان كده هيكون معانا النهارده واحد من علماء الاداره الرياضيه وهو اللي طبقها على ارض الواقع شخصيه كبيره وقيمه كبيره قوي ورمز كبير قوي سواء لفي نادي اللي كان بيعمل فيه او لمصر بصفه عامه وعلم نجوم كتيره قوي وهو كان استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه حلقه الليله هي رسالة لكل المتعصبين إن الرياضة قبل ما تبقى رياضة بتبقى أخلاق أخلاق وقيم ومبادئ وحب واحترام وتقدير يعني ما فيش مشكلة كل واحد بيحب ناديه على عيني وعلى راسي يشجع ناديه زي ما هو عايز بس زي ما قلت لكم شجع ناديك من أجل المتعة من أجل أنك راح تتبسط راح تخرج تتفسح وما ليش بالخصم الخصم الخصم يخسر يكسب أنا ما ليش بيه ده انا بقول الكلام ده لكل جماهير الكره المصريه سواء مش كره القدم بس لكل الالعاب بهدف ايه اللي انا بقول الكلام ده علشان خاطر احترام الاخر احترام الاخر واجب ودي آه فرصه كويسه قوي ان احنا نبدا نتكلم في الحته دي زي ما قلت لكم مصر بتتنقل في حته تانية واتنقلت في حته تانية يعني لما بتشوفوا الملاعب دلوقتي فيها جمهور قليل المنظر وحش وده هتقولي الدولة مش الدولة؟ لا هقولك لا مش الدولة احنا لازم نغير من سلوكياتنا احنا لازم نغير من سلوكياتنا مش في مش في الرياضة بس لا في كل ما يخطر على بالك كل انسان يصلح من جواه كل انسان يبقى خايف على شغله كل انسان يبقى خايف على اهل بيته كل انسان بيتقي ربنا في الشغل اللي هو بيشتغله علشان ربنا يديه الفرصة دي لما قلت لي من قبل ان احنا قمنا بتجارب كتيرة جدا وقلنا البرنامج بتاع ده لا للتعصب وإن قناة النادي الأهلي ده منبر ومنبر كبير قوي ولكل الشخصيات في كل الأندية قبل كده استضافنا ناس عظماء بكل الحب والتقدير والاحترام احنا ما عندناش كلكعه احنا قناه النادي الاهلي ما عندناش كلكعه ما عنديش او انا كمصطفى عبد العزم كلمه انا انا ما عنديش كلكعه انا بحب كل انديه مصر كلها بحب الرياضه المصريه كلها ولما بيبقى في انجاز الواحد بيبقى فخور ببلده واحنا اللي بنصمم على تواجد للناس العظماء الكبيره اللي هم قدموا شيء جميل في الرياضه المصريه وبنعملهم ك عاوز اقول يعني كمثل طيب بالنسبه للمجال كله عشان كده بقول النادي الاهلي ده نادي كبير بيحترم كل الأندية وبيحب الكل وبيقدرهم فإحنا متنافسين وليس أعداء لازم نقف عند الحتة دي إحنا متنافسين ومش أعداء إحنا وصلنا إحنا بلد واحدة عاوز تحب وزي ما بنشوف العالم كله في ناس بتحب برشلونة ناس بتحب ريال مدريد ناس بتحب الأهل ناس بتحب الزمالك ناس بتحب الإسماعيلي ناس بتحب الاتحاد لا كل الأندية هو ده المفروض وبتشوفت الدوري الإنجليزي ناس بتشجع انا بشجع ليفربول عشان محمد صلاح وكلنا اكيد كده عشان كده بقول فيه ناس بتشجع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد واستهام وكل الفرق وتوتنهام عشان كده تبص تلاقي الرياضه من اجل الرياضه وبتشوفوا بره الفرقه لما بتخسر الناس بتسقف لها هم بيسقفوا للجمهور وهي دي الروح الرياضيه وهي دي الرياضه رياضه اخلاق واحترام عشان كده وسبق وقلنا قبل كده استضفنا في كل اشكال والوان في من كل الانديه، وبقول ان الحلقه دي دي حلقه آه من 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 وجه يعني. تاني خالص يعني، وجه تاني خالص بعيد عن التعصب، بنحارب بيها الاحتقان، تخيلوا بقى ان رئيس نادي الزمالك السابق في ضيافه قناه النادي الاهلي هنا شفتوا قد ايه هيبقى الحب قد ايه وبعد كده هيبقى معانا كل رؤساء انديه مصر كلها، بس انا ليه ببدا كده؟ لان انا شايف، خلينا نتكلم بصراحه، في احتقان بين الاهلي وبين الزمالك، وبين الاهلي وبين الاسماعيلي. طب هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ شويه عيال صغيره بتيجي بتعكر الجو الكبير ده، ما ينفعش يا جماعه، لذلك انا بقول للجنه المسابقات ولجنه رابطه الانديه المحترفين، انتوا حاطين كاميرات في الملعب. وعاملين تذكرتي وبتشوفوا يعني في كنترول الله طب امال ايه؟ اللي انتوا شايفينه ما يخشش الملعب تاني ويبقى عبره اللي قبله ممكن يتشطب خالص ما يخشش الاول بتعملها له تدريجيا يقعد شهرين يقعد ثلاث شهور يقعد خمس يقعد ست شهور بعد كده ما يجيش خالص واحد بيعكن على الناس دي كلها واحنا عارفين الناس اللي بتزق وسط الجماهير فعشان كده النهارده بقول لكم قمه الروح الرياضيه يعني ما عندناش مشكله مع اي حد خالص في في المجال وهو طبعا ضيفنا النهارده هو استاذ وليه كل التقدير كل التقدير هو استاذ في كليه التربيه الرياضيه وكلنا نجوم النادي الاهلي ونجوم نازل ونجوم مصر كلهم اللي كانوا في كليه التربيه الرياضيه هو اللي كان بيدرس لنا وكان بيشرف عليا في الماجستير وفي الـ في كل حاجة يعني عاوز أقول لكم أن الدكتور ده دكتور مالوش حل دكتور في تربية رياضية وكان راجل تربوي عارفين يعني تربوي وما عندوش الكلاكية وما عندوش الكلام ده كله النهاردة هيبقى معانا في حلقة من حلقات المجري اللي هي الخاصة جدا يعني عارفين يعني خاصة جدا ما أنا زي ما قلت لكم أنا ما كلمته الدكتور قال أنا ما عنديش مشكلة أجي حاضر وانا قلت له اللي انت عاوز تتكلم فيه اتكلم فيه قال لي وانا ما عنديش مشكله في اي حاجه شفتوا الحياه سهل ازاي احنا اللي بنصعبها على نفسنا انا مش عاوز بس احرق الكلام كله هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله ونرجع بعد كده نتكلم على ضيفنا ونتكلم على اداره المؤسسات الرياضيه الرياضه دلوقتي بقت صناعه انا ما بفتيش لا ليها في السياسه ولا ليها في الصناعه ولا ليها في انما انا بقول الرياضه الرياضه دي مؤسسات رياضيه موجوده وكلنا شفنا النادي الاهلي النادي الاهلي مؤسسه رياضيه شوفوا النادي الاهلي والله العظيم مش بقولها كده عشان حاجه شوفوا النادي الاهلي فين وشوفوا بقيه الانديه الثانيه فين يقول لك النادي الاهلي واخد كل حاجه واخد كل حاجه عشان بيخطط صح عامل فيجن لقدام بيبص لقدام عامل هو في ايه اللي هيحصل قدام بيزود الفروع بتاعته بيزود السبونسرز بتوعه في عشان يدخل دخل النادي الاهلي بيصرف على كل الالعاب وبعض الانديه بتسرب بس في انديه مش قادره، فعشان كده هل الاداره او اداره المؤسسات الرياضيه ده علم ولا خبره ولا هو بنخلط بين الاتنين؟ هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجدى ونبدا نتكلم على ضيفنا في الفقره اللي جايه.